تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحده سكنيه في مختلف محافظات المملكه، اعلنت وزاره الاسكان عن انتهاء من توزيع شقق مشروع توب للاسكاني على المواطنين والمستحقين، وانهاء اجراءات انتخاب اتحاد المنتفعين لكل عماره سكنيه بالمشروع. تابعت الوزاره ان اجراءات توزيع مشروع توب تمت بصوره سلسه وسط استحسان المواطنين من دون ادنى معوقات أو تأخير للمواطنين، بعد أن حرصت الوزارة على أن تتم عملية التوزيع على دفعات متتالية، وقامت بالتواصل مع المواطنين من أجل الحضور إلى الوزارة بالموعد المحدد وفق البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة. وأشارت الإسكان إلى أن مشروع توبلي يعد أحد المشاريع الرئيسة التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظة الشمالية والمدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية، والمنبثقة من الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، وهو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكدة أن المشروع يمتاز بموقعه ونماذج بناء شقق سكنية تتطابق مع أفضل المواصفات التي تتناسب مع احتياجات الأسر البحرينية. يأتي هذا في سياق حرص الوزارة على الانتهاء من تنفيذ برنامج توزيع 4800 وحدة سكنية بحسب ما هو مخطط له، مجددة تعهدها بالاستمرار في تكثيف الجهود في إطار رفع العرض من الوحدات السكنية في كل محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة، من أجل طرح المزيد من التوزيعات المستقبلية للإيفاء بمعدلات الطلب الإسكاني خلال فترة زمنية قياسية وبالجودة المطلوبة.